وللمزيد حول آخر التطورات في الناصرية بعد فاجعة مستشفى الحسين التعليمي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا بك معنا سيد كاظم. مساء الخير وأهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبقناتكم وبمشاهديكم الأعزاء. أهلا بك سيد كاظم. يعني موجة الغضب الشعبي تتصاعد على إثر فاجعة مستشفى الحسين الجامعي، بداية لو تصف لنا الأمور الآن في الناصرية. حاليا الوضع غير مستقر والجماهير غاضبة في محافظة الناصرية وخصوصا ثوار تشرين وذوي الضحايا. طبعا الحادث الذي حصل تقريبا الساعة 10 من الليلة الماضية كان فاجعة وحادث مروع هز مدينة الناصرية وأقضيتها ونواحيها، كما تفاجأت باقي المدن العراقية بما حدث لمدينة الناصرية من حادث كبير، إحراق لمستشفى الحسين التعليمي الجناح الخاص بمرضى كورونا مع مرافقيهم، وهناك عدد من الكوادر الطبية قد راح الضحايا لهذا الحادث. وكذلك كان للمتظاهرين مطالب واضحة حينما تم إحراق المستشفى، خرج عدد من المتظاهرين والتفوا حول المستشفى محاولين إخراج الجثث المتفحمة ومحاولين إخراج الأحياء منهم في محاولة بائسة، لم يتمكنوا طبعا من إخراج عدد من الأحياء، بل هناك جثث متفحمة وهناك حالات يندى لها الجبين. هنالك أشياء حدثت في هذا المستشفى. طبعا الجميع يقول بأن الحادث هو مدبر وحادث تم بفعل فاعل، دام الحاكمة هي من تقوم بهذه الأفعال بعد أن أفلست، بأن محافظة ذي قار والجنوب بشكل عام سوف لن ينتخب هذه الأحزاب الفاسدة التي تعتبره قاعدة لها في الانتخابات. كنا نتوقع أن الأحزاب ستقوم بهذه الأفعال وستبدأ موجة، كما ذكرنا لكم في مقابلات سابقة بأن الأحزاب ستقوم باعتقالات وتفجيرات وترويع لعوائل أبناء ذي قار لأنهم وقفوا بوجه هذه الأحزاب وأغلقوا مكاتبها وطردوا جميع عناصرها من المحافظة، وبقيت هذه المكاتب عبارة عن حطام متراكم وعبارة عن بنايات مهجورة، الأمر الذي دفع بهذه الأحزاب للانتقام من أبناء ذي قار، وكانت هذه كما يقول بعض أبناء ذي قار العيدية التي قدمتها هذه الأحزاب للمحافظة جزاء لما ارتكبته. طيب سيد كاظم، من طرد لهذه الأحزاب يعتبرونها طبعا جريمة بحق الأحزاب. أبناء ذي قار طرد الأحزاب وهم مستمرون بإغلاق المكاتب وبعدم السماح بإقامة الانتخابات في شهر العاشر. الانتخابات شيء مستحيل ولن يحدث في محافظة ذي قار مهما عملت هذه الأحزاب. أهم الشعارات سيد كاظم، أهم الشعارات التي يرفعها المتظاهرون والهتافات في تلك التظاهرات، ما هي أهم هذه الشعارات والهتافات؟ جميع الهتافات تطالب بإسقاط النظام السياسي وليس باستبدال مسؤول أو رئيس وزراء أو حزب معين، بل أن المطالبات طالت كل العملية السياسية وكل الطبقة السياسية بدون استثناء. بالذات اليوم كانت الهتافات تؤكد على إسقاط الطبقة السياسية بالكامل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، على رئيس الجمهورية أن يتولى مسؤوليته، هذا ما يقوله المتظاهرون، ويشكل حكومة إنقاذ وطن للبرلمان والحكومة بعد سيد أن فشلت هذه الأخيرة بتحقيق مطالب المواطنين وطموحاتهم التي كانوا يتوقعون بأن هذه الطبقة السياسية ستحقق الرفاهية والأمن والكرامة والعيش الكريم للمواطن العراقي. طيب سيد كاظم، يعني مصطفى الكاظمي يعني أمر بإعلان نتائج التحقيقات خلال أسبوع واحد، هل يعني كيف تلقف المتظاهرون هذا الأمر؟ سيدي الكريم، نحن تعودنا على تحقيقات الكاظمي وقبله عادل عبد المهدي. في وقت الحادث يحاولون تقليل الغضب الشعبي من خلال فتح ملفات تحقيق ومن هو جاري. نحن نعلم جيدا وأبناء ذي قار وجميع العراقيين يعرفون
بأن الأحزاب هي من تقوم بهذه العمليات الإجرامية بحق أبناء الشعب العراقي، ولن يستطيع أحد أن يحاسبها لا الكاظمي ولا الكاظمي. بالنسبة للتحقيقات ستبدأ، يعني نستطيع أن نقول زوبعة لفترة محددة، بأن هناك تحقيقات ستحصل وهناك مجرمين سيحالون وسيحاكمون وسيعاقبون وفق القانون. لكننا نعلم بأن بعد يومين أو 3 أيام سيغلق هذا الملف وسيقيد ضد مجهول، وتنتهي الأمور إلى لا شيء، وتذهب دماء الضحايا بدون حساب وبدون عقاب. نعم، الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الناصرية، شكرا جزيلا لك.